اسالك على حاجه. اتفضل. المحافظ الجدع محمد الزملوط ادى للمهندس اسماعيل محمد 7500 فدان. نعم. لانه شايف ان الراجل ده قادر على تغيير مسار الزراعه في الوادي الجديد. نعم. هتزرع ايه هناك؟ هو تم تخصيص 7500 فدان للشركه، وطبيعي ان شاء الله دول هيبقوا مقسمين ما بين جوجوبا وما بين نخيل، وبدانا بالفعل في جوجوبا وزرعنا 1500 فدان جوجوبا، وان شاء الله النخيل، لان احنا النخيل بس متاخرين بشويه على المعمل بتاعنا ما يدخل مراحل الانتاج بتاعته، لانه بدا بالفعل كانتاج نسيج النخيل انه هو المغرب اللي انتوا جايبينه ان شاء الله. فهناخد وقت بس في النخيل على ما نشتغل. فاللي جاهز معانا جوجوبا، اشتغلنا جوجوبا. وحاجه كويسه جدا بقى هنقدمها برضو، ان احنا عشان مناخ الوادي الجديد ولكل مستثمر الوادي الجديد بنقول له عندك مشاكل رياح وعندك مشاكل كده، استخدم القصب كمصدات رياح، هيكون سريع معاك، هيقدر يحميك من مصدات رياح. وبنطبق النموذج ده حاليا، هنعمله هتحمل القصب على الجوبة، هنحمل القصب على الجوبة، يبقى منه مصد رياح ومنه كعائد اقتصادي ويحمي الشجر وهو ايه وهو صغير، والقصب بيتحمل العوامل الجوية بتاعت الوادي الجديد. فطبعا تيجي نقول حاجة الناس عايزاها ومستنيها منك انت بالذات. اتفضل. احنا بنتكلم في فدان الجوبة هزرعه هحط فيه عرق الجبين. تمام. تمام. عايز دراسه جدوى، هزرع بكام، شتله بكام، اوصل بكام، هسوق بكام الانتاج؟ طيب هقول لحضرتك، لو هتكلم معاك بلغه الارقام عشان نبسط الدنيا، هنعتبر ان المستثمر عنده ارضه. تمام. هبدا، ما عندوش لا طاقه ولا عنده بير ولا عنده كده. طبعا تكاليف حفر البير هتختلف من منطقه للتانيه. تمام. لو انا هتكلم حسب العمق بتاعه بالظبط كده. لو انا هتكلم على منطقه مثلا بياخد العمق بتاعها 600 متر، ولو البير بتاعك على 200 فدان، فانت بتتكلم حط متوسط للبير بتاعك 8000 جنيه على الفدان. يبقى 8 للبير، 6 شبكات، ادي 14، 8 طاقه شمسيه، هنشتغل طاقه شمسيه مش هنشتغل برضه سولار، مش هنشتغل سولار، 7 شتلات، 29، وحط له وحط 8 تجهيزات ارض ما بينكم ب 37000 جنيه يتزرع الفدان. يتزرع الفدان الجوجوبا بطريقه صحيحه. الشتله ب 16 جنيه وصال لاي حته في الجمهوريه. والفدان بيشيل كام شتله؟ 460 شتله مؤنث و65 جوره بالبذره، التوتال 525، مسافه الزراعه 2 في 4. مزرعه امهات الجوجوبا في اسيوط هي السر اللي من خلاله نجح المهندس الزراعه اسماعيل محمد في انتاج طن و600 كيلوغرام ثمار جوجوبا من الفدان الواحد المزروع بشتلاته، وده عند عمر 6 سنين للأشجار. عشان كده شتلاته معروف أصنافها وبتطلب بالاسم، أولا لأنها سلالات مش موجودة في العالم زي جوبا 1250 وجوبا 1800 وجوبا 2500، والرقم بيمثل عدد البذور في الكيلو الواحد. وثانيا إن اللي بيزرع شتلاته بيتعاقد معاه فورا على تسويق المحصول، وثالثا انه بيشرف على المزرعه بالكامل ويتابعها لغايه الانتاج. طن البذره بكام؟ بص اقول لحضرتك، هو السنه اللي فاتت وصل الطن لحد 95000. 95000 جنيه؟ 95000 جنيه طن البذره. ما شاء الله. الموسم السنه دي بادئ مهد شويه بالنسبه برضه الفتره بتاعت كورونا وعدم التصدير وعدم الحركه في الخمس شهور اللي فاتوا دول، مديه ركود في جميع السلع. هو السنه دي عم بيعمل 75000 جنيه للطن بس ان شاء الله. في ناس تشتري البذره 75000 جنيه؟ اي كميه، اي كميه احنا ناخدها. يا سلام. اي كميه بذور موجوده احنا جاهزين لها. طب طن الزيت بيطلع من كام طن بذره؟ بص حضرتك، بنديلها متوسط بنقول كل 2 كيلو ونص بذره بدوني كيلو زيت، يعني كل 2 ونص طن يعمل لي طن زيت. بالظبط كده. بكام بقى طن الزيت ده؟ تجاريا طن الزيت يعمل 400000 جنيه، يعني 2 ونص طن يعني حوالي مثلا 240000 يدوني 400000 جنيه لو انا عصرته. بالظبط. لو انا فيما مضاف ان انا عصرته، ولو اشتغلت عليه تصنيع هدخل في قصة تانية، ولو نزعت لونه هروح في شريحة تانية خالص.